بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نشرع في فصل جديد. قال المؤلف: فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. في قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال: ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، فروى عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه ورحمه الله أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة: والتين والزيتون وطور السينين، ورفع صوته وقال: وهذا البلد الأمين. وكأنه يقصد المؤلف هنا التنبيه بالقراءة عندما تناسب الآية شيئا ما. فكأن عمر رضي الله عنه لما كان يصلي في مكة أراد أن يبين للناس تفسير قول الله عز وجل: وهذا البلد الأمين، كي يفهموا أن المراد بالبلد الأمين في الآية هو مكة، هذا البلد الأمين. قال: وعن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا كثير بين الناس، وأنا أقول هذا الاقتباس فيه وعليه، فيه وعليه، أي أنه إذا كان من جاهل فقد يفسد، وإن كان من عالم فظنوا أنه في بابه. بعض الناس يقصر مع صحبه بالآيات، كما نقول مثلا: إن الله غفور رحيم، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ثم يختم فيقول: إن الله غفور رحيم. هذا جزء آية، هذا اقتباس، كما في الحادثة في القصة التي تروى عند الناس كثيرا، أن رجلا قال لملك القصة هذه بين شاعر وملك، فقال الملك للشاعر و، فقال الشاعر للملك إن، يتلاطفان بالكلام بالقرآن. هو لما قال له الملك للشاعر و، الشاعر فهم بين قوسين باللغة تاعنا، فهم الشرة، فهم قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. فرد عليه الشاعر فقال: إن، ففهم الملك قول الله عز وجل: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فهمين؟ ويقال أن امرأة من السلف طويلة، سنين طويلة، لم تتكلم إلا بالقرآن، ولكن إذا كان الإنسان جاهلا يفسد. ولهذا بعض الناس يمزح بالقرآن ويتكلم به، لما يحب يقول الإنسان جبنا المكلة يقول له: آتنا غداءنا. هذا جزء آية. كان عندي أستاذ يكره السنة في الجامعة الإسلامية، معمرين بهذا، هو خربه، أستاذ يكره السنة. في الامتحان تاعو كان عندي صديق جالس معايا واسمه موسى، دخل هذا الأستاذ للقسم يتبجح بمشيته، الموصل عنده قال له: اسمك؟ صاحبي قال له: موسى. وصاحبي كان شايف ستيلو في يده، قال: وما تلك التي بيمينك يا موسى؟ هذا اقتباس، وهذا لا يلزم. فالناس يعني يقتطعون أشياء من القرآن الكريم ويتكلمون بها بجهل. قال أصحابنا يعني من الشافعية: وإذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين، فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام لم يحضره نية بطلت صلاته. يعني إنسان راه يصلي، سمع دق دق، ما كاش كيفاش يهضر يقول ادخل،
فهو كان هذاك ويكمل سورة الفاتحة، فقرأ قول الله عز وجل ادخلوها بسلام آمنين، يفهم هذاك باللي قال له ادخل فيدخل. فاهمين؟ هذا الراجح أنه لا يجوز هذا الاقتباس لذكر المؤلفة، لا يجوز، لأن الإنسان إذا بدأ في الصلاة وشرع في الصلاة حرم عليه ما هو خارج الصلاة من كلام ومقاصد، من كلام ومقاصد. إذا كانت النافلة يجوز لك تبطلها تسلم وتفتح الباب، إذا كان ضروري عندك موعد وجاء الإنسان، أيهما أولى، صلاة النافلة ولا الموعد الذي قال فيه رسول الله إذا وعد أخلف آية المنافقين؟ الموعد. فهنا تسلم وأنت قائم، تسلم يلزم، لا تبطل عملك، تسلم وتروح تفتح الباب وتستقبل هذا الوعد هذا وهذا الموعد. هذا هو المقصود من هذا الباب وهذا الفصل. هذا الفصل في الحقيقة فيه أمثلة كثيرة، ونقول لكم اللي عنده هوس ديني هو اللي يدير هذا بزاف، يجيبوا لي قلبي أصحاب الهوس الديني، زعما يهضر غير بالآيات والأحاديث وآثار السلف، ماشي عفوي نهائيا مع إخوانه. واش تهضر معي يقول لك قال سفيان الثوري قال الحسن البصري قال، أنا هذا يعيني يا إخواني. ممكن ليه؟ ممكن، ولك راح نتعاشروا ناس كيما هذو بزاف، لا سيما في المساجد وفي الجامعات. انت تهضر عن نيتك سيقول لك القاعده اللغويه تقول كذا وكذا وكذا، عبالك باللي يجيني قلبي متقلق وانا عارف القاعده اللغويه خير منه، وعلى بالي استثناءات تاعها خير منه، وعلى بالي كلش، بصح ما نهضرش معاه هكذاك، لكن هو هكذا يهضر. انت على نيتك تقول له مثلا المسلمون، ولا تضرب الدرجة، تضرب الدرجة بصح ماكش تضرب الفصحى، يقول لك بصح حبس قول كذا، قول لك الإعراب كذا، ولا القاعدة الأصولية، تك تهضر معاه يقول لك بصح القاعدة الأصولية تقول. لا، كي تكون في العلم الشرعي راك في المذاكرة أهضر راني معاك القواعد والآثار والأحاديث، لكن في المزح والقصرة ولا في الحديث العادي مع الناس، كيفاش تدخل عند تاجر ما يعرف والو في الدين تهضر له تقول له والله غير على بالك الحسن البصري رضي الله رحمه الله قال كذا وكذا وكذا، ولا راك مع يمك وباباك ما يعرف والو في الدين تقولها بالصح يقول سفيان الثوري كذا وكذا وكذا؟ لا، انسان يكون سمحا، يكون انسان في كل مقام تعطيه له حقه، في القصرة مع الأقارب ما تدخلش الدين وكذا، وتدخل الفتاوى ما تهضر لهمش في الضياف، كي يجوا تقول لهمش قال الشيخ فلان وقال العالم فلان وقال، لا قصر قصر في الدنيا، ومن بعد كي تحب تقدم موعظة يكون عندها بابها وعندها معناها وعندها مناسبتها. الله أعلم.